وأبدأ معك ولاء، وأبدأ معك من أصداء هذه المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في خان يونس، وردود الفعل الرسمية التي صدرت للتو أو قبل قليل عن السلطة الوطنية الفلسطينية. تفضلي ولاء. نعم، أهلا بك خالد وبك قد صدى المشاهدين. نتحدث عن المتحدث باسم الرئاسة حيث قال أن مجزرة المواصي هي استكمال لحرب الإبادة الجماعية، وأن الإدارة الأمريكية هي من تتحمل المسؤولية باستمرار هذه المجازر في قطاع غزة، بحيث أنها تمول الاحتلال الإسرائيلي بالأموال وأيضا بالعتاد والأسلحة الأمريكية. حركة فتح قالت أن مجزرة المواصي تكشف النزعة الإرهابية للاحتلال الصهيوني وقادته، وتضع دول العالم أمام اختيار حاسم، أي الإنسانية التي تصب في جميع مناحي الحياة التي يتحدث عنها مجلس الأمن وحقوق الإنسان، ودول العالم التي تتحدث دائما عن الإنسانية هذا يضعها في مصب وأمام موقف حاسم واختيارات حاسمة فيما يجري في قطاع غزة. أما روحي فتوح وهو رئيس المجلس الوطني قال أن ما يحدث في قطاع غزة هي عملية إبادة جماعية وتطهير عرقي، ويجب على العالم أن يتحمل مسؤوليته إزاء ما يحدث في قطاع غزة، لأن جميع دول العالم هي تشارك بحرب الإبادة الجماعية، بحيث أن جميع دول العالم لا تقف أمام الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وتقول لهم كفى ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث في الضفة الغربية ليس بمنأى عن قطاع غزة. هذه أهم التصريحات للقادة وأساسا في السلطة الفلسطينية وأمام الشعب الفلسطيني. نتحدث عند الساعة 8 ستكون هناك لربما موجة غضب ومسيرة في مدينة رام الله والبيرة، ستجوب شوارع المدينة نظرا للمجزرة التي ترتكب أو التي ارتكبت في خان يونس وأيضا المواصي. نتحدث أيضا عن مزيد من الاقتحامات التي قام بها قوات الاحتلال في مخيمي عسكر الجديد وأيضا مخيم بلاطة حيث المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، اشتباكات مسلحة عنيفة جدا دارت في المكان، وأيضا نتحدث عن مداهمة لعدد نزل واعتقال عدد من الفلسطينيين. فجر هذا اليوم كان هناك أيضا اقتحام لمدينة طول كرم، اشتباكات مسلحة عنيفة أيضا دارت في المكان في بلدة كتابة في مدينة طول كرم، وأيضا اعتقال عدد من الفلسطينيين وانسحاب قوات الاحتلال. أيضا في مدينة قلقيلية كذلك الأمر، قامت قوات الاحتلال باعتقال والدة المطارد طارق داود وأيضا غسان جبريل وهو والد أحد المطاردين، وهي ورقة ضاغطة لتسليم أنفسهم للاحتلال الإسرائيلي. ما تقوم به قوات الاحتلال من سياسة هدم وتضييق الخناق على الفلسطينيين والغربية، ما تقوم الجزر مرتكبة في قطاع غزة، كل ذلك يدلل على أن التهجير لا محالة في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة.